كأن نكبة 1948 تستحضر من جديد. وعد بلفور يعود إلى التحليق في سماء فلسطين بطائرات استطلاع بريطانية متطورة هدفها مساعدة إسرائيل على رصد أماكن رهائنها في غزة. ما هي هذه الطائرات؟ كيف تعمل؟ ولماذا تحتاج إليها إسرائيل؟ إنها طائرة شادو آر 1، يصل طول الطائرة إلى 14.26 متراً وارتفاعها 4.48 متراً، والمسافة بين طرفي جناحيها 17.4 أمتار. تتميز بالقدرة على تنفيذ مهام جمع المعلومات الاستخباراتية والبحث والاستطلاع وتحديد الأهداف. حصلت بريطانيا على هذه الطائرة من الولايات المتحدة الأمريكية، ودخلت الخدمة لدى قواتها الجوية في عام 2009. قمرة القيادة الخاصة بالطائرة مجهزة بتقنيات متطورة تشمل خوذ الطيار مزودة بأنظمة إلكترونية ونظام اتصال بالأقمار الصناعية، إضافة إلى نظام عرض بيانات يمكن الطيار من مبادلة البيانات في وقت قياسي. تملك الطائرة وسائل رؤية إلكترونية ونظام رصد بالأشعة تحت الحمراء، نظاماً رادارياً يرسم صور ثنائية وثلاثية الأبعاد، نظاماً رادارياً يرسم صورة ثنائية معكوسة للمواقع المستهدفة للتعرف على شكل المنطقة المستهدفة من الجهة المخفية، ونظام تحذير من الصواريخ، ونظام حرب إلكترونية مضاداً لأنظمة التشويش. بهذه المواصفات الفائقة التطور ستشارك الطائرات البريطانية في محاولة تحديد مكان الثلاثي القيادي لحماس، يحيى السنوار، محمد الضيف، ومروان عيسى. أسهمت بريطانيا في ولادة دولة إسرائيل، وبعد 75 سنة على ذلك التاريخ تضع ثقلها السياسي والعسكري والتكنولوجي لمساعدتها على استعادة التوازن والهيبة والقدرة على الردع.